يا سيد الضوء، عنوان المجموعة الشعرية الجديدة التي قامت الأديبة هيام منور بتوقيعها في دار الأسد للثقافة والفنون. الأمسية ابتدأت بعدة أغاني قدمتها فرقة صدى القدس، ثم فيلم قصير عن حياة الشاعرة ومسيرتها الأدبية، وبعد ذلك قدمت منور عددا من قصائدها أمام الحضور، ومن ثم قدم لها تجمع سوريا الأم درعا تكريميا على أعمالها. يشرفني هذا الحضور ويشرفني أن أكون أول شاعرة تعتلي منبر دار الأسد للثقافة والفنون دار الأوبرا. كل الشكر للإخبارية السورية التي تغطي الأحداث في سوريا وتتابعها عن كثب. الإخبارية السورية جندي مجهول وجندي مقاتل على جبهة أخرى. هذا هو الوقت الذي نحتاجه فيه إلى مزيد من الشعر والشعر المقاوم. الشعر هو كل الحياة، لذلك عندما يتحدث شعراؤنا ومنهم الشاعرة هيام نور فإننا يجب أن نستمع إلى حكمة الشعراء وإلى ما يقولون في هذه الظروف الدقيقة التي نمر بها في نضالنا ضد قوى التخلف وضد قوى القمع الثقافي والحضاري، ومن أجل مستقبل أمتنا الذي لا بد من أن يتميز بالاعتماد على الثقافة المتقدمة كي نتجاوز الظروف الصعبة التي نمر بها. الأمسية تتمتع بحضور راقي ومتميز. الأمسية رائعة كثير، شعر سياسي والشعر العاطفي كان أجمل من بعضه. مبروك لهيام منور، مبروك لسوريا كل نشاطاتها المسرحية والسينمائية وأمسياتها الشعرية. في ختام الأمسية قامت الأديبة بتوقيع الكتاب وتقديمه لمحبيها.